نقدم المفيد من جميع أنحاء العالم لكي يصلك الأفضل والأحسن لكي تكوني في الصورة نختار بكل دقة فن إبداع وصفات سهلة وسريعة مضبوطة من أول مرة إن شاء الله تابعينا بسم الله وصلاة على رسول الله وصفة اليوم كيكة الشيكولاتة بثلاثة مقادير نرحي 550 جرام من بسكويت الشيكولاتة، أي حوالي اثنان باكيت، كل باكيت، 250 جرام. نضيف عليه 16 جرام من بيكنج بودر. ثم نضيف عليه 550 ملي من الحليب، حوالي نصف لتر حليب ونصف كوب. نخلط المكونات بلطف. ثم نحضر القالب نخبزه في الفرن الى يتحمر ونتكد بالعود خشبي انه قد اصبح طيب الكيكة طرية وخفيفة كما تشاهدين. نحضر الجوناش. لتحضير الجوناش، كمية الكريمة تساوي نفساً كمية الشيكولاتة. بمعنى 200 جرام من الشيكولاتة. نذوبها في 200 ملي من الكريمة الساخنة. التزيين على الرغبة. الفكرة سهلة وخفيفة واقتصادية وغير مكلفة ارجو ان تنال الفكرة اعجابكم بالهناء والشفاء شكرا على المتابعة والمشاركة دمتم في حفظ الله ورعايته